هل يجوز للابن الأصغر قضاء الصلاة عن والده؟ يجب على الأحوط لزوما على الولي وهو الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، يعني الصلاة اليومية صبح ظهر عصر، وكذلك بقية الفرائض مثل صلاة الآيات أو صلاة الطواف. ماذا يجب على الأحوط؟ يجب على الأحوط على الولي وهو الولد الذكر الأكبر، مو الابنية، لا، الذكر الأكبر، حال موت الأب. من هو حال موت الأب؟ هو الأكبر، الأحوط لزوما إنه، لكن هذا ما فات بعذر، ناسي مثلا الأب، فاتت الصلاة، نسى وفاتت الصلاة، نعم هذا فات بعذر، نايم وفاتته، نعم هذا عذر، هذا يقضي الولد الذكر الأكبر. هذا طبعا إذا تمكن من قضائه ولم يقضه، يعني إذا كان الأب تمكن من قضاء ولم يقضه. أما إذا الأب كان متعمد ما يصلي، متعمد، لا يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي، لا يجب عليه إذا كان متعمد. إذا أتى بالصلاة فاسدة، صلاة إذا أتى بها باطلة، صلاة ما بها تكبيرة إحرام مثلا، تعمد ترك الركوع وهكذا، هذه الصلاة أتى بها فاسدة، لا يجب على الولد الذكر الأكبر أيضا كذلك. وما كذلك ما لم يتمكن من قضائه أيضا لا يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضيه. إذن إذا متعمد لا يجب القضاء، إذا فات بعذر يجب القضاء على الأحوط. إذا شخص تبرع عن الولد الذكر الأكبر، يعني فات الصلاة بعذر وإجا واحد من بقية الأخوة تبرع، يسقط عن الولي، عن الولد الذكر الأكبر؟ لا لا، نعم يسقط عن الوجوب، بعد مو واجب عليه يقضي. وكذلك أيضا إذا استؤجر شخص للصلاة عن الميت، هنا إذا أتى بالعمل، هذا الأجير إذا أتى بالعمل يسقط عن الولي ذكر الأكبر، يسقط عنه، وإذا لم يأتي به لا يسقط عنه. أما إذا أوصى الميت قبل ما يموت، أوصى بالاستئجار عنه، في هذا المورد يسقط عن الولد الذكر الأكبر. إذا أوصى بالاستئجار عنه في فرض الوصية يسقط عنه، عن الولد الذكر الأكبر.